قول لا إرادي ده الأول، أول حاجة هي لازم تروح لدكتور أطفال. يعني في ناس كتير قوي تفتكر إن التبول لا إرادي دي حاجة نفسية. هو لازم الأول أستبعد أي أسباب عضوية للتبول الإرادي، فلازم يتعمل أول حاجة تحليل بول، لأن أحيانا بتكون العدوى المسالك البولية بتسبب التبول لا إرادي. لو في إمساك مزمن بيسبب تبول لا إرادي، لو في دور برد جامد او اي التهابات او اي حاجه ممكن تسبب تبول يعني. هي ممكن تبقى المره اللي هي امبارح دي اللي عملتها لاول مره في حياتها لمده مرتين عندها حاجه جالها مرض، وممكن يكون حاجه طبيعيه. يعني هي برضو على فكره 4 سنين بتحصل، يعني قصدي ان 4 سنين ممكن تتبول. يعني ما ناخدش ان هي خلاص ما دام اتبولت النهارده يبقى كده في مشكله، يعني تستنى عليها شويه. لو لقيت الموضوع بيتكرر كتير ساعتها نبدا نعمل الفحوصات اللازمه ونشوف الامور توصل ازاي.